لا واش عنده العيد السي الشوف؟ لا شوف واحد القضيه غنقولها لك. قول سيدي. راه الراجل ما خصوش يكون عنده العيد، لحقاش هو اللي خرج من الجنه. واش هو اللي خرج من الجنه ولا راهي المدام ديالو مشات دارت واحد كلات واحد التفاحه، عطاتو واحد التفاحه كلاها وخرجوه من الجنه. دونك هذاك الراجل هو اللي كان مصلقط. يعني مشكل الراجل ماشي مشكل الراجل. انا كنقول لك انه المشكل الراجل تاريخيا في هذه البلاد وفي هذا العالم وفي هذا وسيختو عندنا احنا العرب هذاك علي بن المتخلفين عندهم مشكله واحده، هو انه الراجل راه مقدس. علاش شكون انت اخويا؟ راه ولداتك مراه مسكين، ولداتك مراه، اجي شكون اللي ولد ادم؟ تقدر تقول لي؟ شكون اللي ولد ادم؟ ولا عزاء لعباد الله اللي عندهم بدماغهم بخوم المسمار ديال القبر، الله يهديهم الله يوفقهم الله يعطيهم هما الجنة، يعطينا احنا جهنم.